السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم في دائرة الضوء. حلقة اليوم من البرنامج ستكون مخصصة كما سبق وأعلنا لحدث الأسبوع العربي، وهو القمة العربية المنتظرة هذا الأربعاء على جنبات البحر الميت بالأردن. عسى أن تحيي الآمال العربية في إمكانية العودة على الأقل إلى التفكير في إعادة ترتيب ما خربه الربيع العربي، وتغليب لغة العقل على المصالح والتسرع والتهور والوقوع ضحية استراتيجيات لم يكن للعرب فيها محل من الإعراب. صحيح أن قمم العرب أصبحت نكت للضاحكين والمتشائمين والمتابعين والنخب وحتى المعنيين بها مباشرة، إلا أننا وفي كل قمة نقول ربما. لماذا ربما؟ لأن المتغيرات تسارعت والأحداث تغيرت والموازين اختلت، ولكن الثابت الوحيد هو إصرار العرب على عدم الاتفاق. التحديات اليوم معقدة كالعادة، بداية بالقضية الفلسطينية والقدس مع وصول ترامب الذي عقد حلفا علنيا لا اختراق له مع إسرائيل، إلى الوضع المأساوي في سوريا واليمن وليبيا، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، إلى إيجاد توازنات في العلاقات مع روسيا وتركيا وإيران، وقبلها المؤلم العلاقات العربية التي تعيش أحلك مراحلها عبر التاريخ. على مبدأ توثيق التعاون والتنسيق العربيين في مختلف المجالات وصيانة استقلال الشعوب العربية وسيادتها وبإشراك جميع الدول الأعضاء في مناخ تشوري وتوافقي مشهود، ارتكزت أهداف جامعة الدول العربية منذ تأسيسها سنة 45 900 وألف. اليوم وبعد مضي 72 عاما من الوجود وفي ظل ما يعيشه العالم العربي من أزمات أمنية وسياسية بالدرجة الأولى، اجتماعية واقتصادية بالدرجة الثانية، وأمام الانشقاقات العميقة الحاصلة داخل البيت العربي، التزامات وآفاق جديدة تتصدر مهام جامعة الدول العربية، في مقدمتها الأزمة في ليبيا، الحرب في سوريا، القضية الفلسطينية، انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية، فضلا عن الوضع في اليمن والعراق. قضايا عربية راهنة ترافقها تحديات استراتيجية ترفعها جامعة الدول العربية في مسعى حثيث لمكافحة الإرهاب والحد من التطرف ومحاربة آفة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية للكثير من العرب خصوصا في أوساط اللاجئين. هذه المحاور التي تعد اليوم في طليعة جدول أعمال الجامعة والدول الأعضاء، في مقدمتها الجزائر التي تعتزم وبفاعلية العمل والحنكة في التسيير على تجسيدها على أرض الواقع خلال توليها للرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية هذه السنة. مهام تدعمها الجزائر بدبلوماسية واقعية وحاذقة تختصر مسافة التقارب بين أطراف النزاع للتعجيل بحل الأزمات بالعديد من الدول العربية، كما هي الجهود جارية بخصوص الأزمة الليبية والوضع في سوريا. فضلا عن تحضيرها لبرنامج دقيق وفعال يخص الإصلاح الداخلي لهياكل جامعة الدول العربية بما يتماشى والتغيرات الدولية الراهنة من جهة، ويستجيب لتطلعات الشعب العربي من جهة ثانية. هكذا هي التساؤلات والمحاور التي سنناقشها الليلة على الهواء مباشرة في عدد مخصص لقمة العرب هذا الأربعاء. أسعد باستقبال ضيوفي هنا بالبلاتو، أولا بالعاصمة الجزائر، بداية بالبروفيسور إسماعيل دبش المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بك بروفيسور. الدكتور أحمد بزاب شرفنا اليوم بحضوره، وهو الخبير في الشؤون الأمنية والمحلل السياسي. سنستقبل أيضا بعد قليل الدكتور فيصل جلول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من باريس، ولكن قبل ذلك أستقبل معي عبر الهاتف من فلسطين من رام الله السيد مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. بداية السيد مصطفى البرغوثي، مرحبا بك معنا بتلفزيون الجزائر.
أهلا بكم، تحياتي لكم ولشعب الجزائر المناضل والمكافح. السيد مصطفى البرغوثي، لعل من غرائب ما سمعناه قبل انعقاد القمة العربية هو محاولات إدراج القضية الفلسطينية ضمن أولويات الملفات التي ستناقش ضمن هذه القمة، ولطالما عبر السنوات الماضية كانت القضية الفلسطينية دون إلحاح على رأس جدول الأعمال. لما وصلنا إلى وقت أصبحت مسألة إدراج القضية محاولات؟ لأنه طبعا بدون شك لا يخفى على أحد طبيعة الوضع الذي تعيشه المنطقة، ومن الواضح أن هناك أمرين. أولا أن هناك انشغال لكثير من الدول العربية بمشاكلها الداخلية، وللأسف الشديد هناك انشغال بصراعات داخلية عربية تشغل الناس للأسف عن القضية الفلسطينية، والإسرائيليون يظنوا أنهم يستطيعوا أن يستفردوا بالفلسطينيين وبالشعب الفلسطيني. هذه هي الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية وهي أكثر خطرا تكمن في أن حكومة إسرائيل المجرمة التي تمارس الاحتلال ونظام الأبرتايد والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني كله تحاول جاهدة أن تخطب المبادرة العربية رأسا على عقب، ويحاول نتنياهو وحكومته أن تفرضوا تطبيعا مع العالم العربي على حساب القضية الفلسطينية وفي غياب حل القضية الوطنية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني. وتدعم إسرائيل في هذا المجال بعض الأطراف الدولية أيضا على أمل أن تسهل بذلك عملية ضم وتهوية باقي أراضي فلسطين. هذان هما العاملان، ولكن أنا برأيي أن نضال وكفاح الشعب الفلسطيني يعيد فرض نفسه رغم كل هذه الأمور، وبالإضافة إلى نضال الشعب الفلسطيني ومقاومتنا الجارية على الأرض دون توقف، هناك تصاعد في التفهم الدولي يتجسد ذلك أولا في تصاعد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، وثانيا في انعطاف المزيد من المؤسسات والقرارات الدولية لصالحنا، وآخرها مثلا تقرير منظمة الإسكوا الذي كشف وعرى إسرائيل كدولة أبرتايد ونظام تمييز. طيب سيد مصطفى البرغوثي، أنتمي لفئة المتفائلين وسأكون مثلك متفائلا بما يمكن أن يتمخض عن هذه القمة. هل يمكن برأيك أن تخرج القمة العربية بقرار يعيد شروط السلام مع إسرائيل في وضع نعيش فيه وصول رئيس أمريكي عقد علانية حلفا مع إسرائيل لا يخترق؟ أولا لأن القمة عربية بالوضع الذي تحدثت عليه، ثانيا لأنها تعقد في الأردن على جنبات البحر الميت وعلى ضفة أخرى من البحر الميت، عندما ترى أضواء فلسطين ليلا لا يمكن أن تنسى القضية الفلسطينية. أنا أملي أولا يعني في أمرين، أنا لا أدري إن كنت متفائلا أم متشائما بهذا الشأن، ولكن أنا أمل أمرين. الأمر الأول أن لا يجري التراجع ولا قيد أنملة عن المبادرة العربية، وأن ترفض كل الضغوط لتقديم مشاريع جديدة تطيح بالثوابت الوطنية التي تم التوافق عليها فلسطينيا وعربيا. لكن الأمر الثاني الذي نطالب به كفلسطينيين أن تتبنى أن تكون القمة العربية على قدر المسؤولية وتتبنى تقرير منظمة الإسكوا. ليش هذا التقرير مهم؟ الذي حاول الأمين العام للأمم المتحدة نفيه وشطبه نتيجة الضغوط والابتزازات الإسرائيلية، وصمدت له الدكتورة ريما خلف بكل بسالة. التقرير مهم لأنه يدعو جميع دول العالم وبطبيعة الحال في مقدمتها الدول العربية إلى تطبيق القانون الدولي، وتطبيق القانون الدولي يعني قطع العلاقات مع إسرائيل، رفض أي شكل من أشكال التقطيع مع دولة الأبرتايد، والعمل على فرض العقوبات والمقاطعة عليها. القانون يلزم الدول بمقاطعة من يمارس الأبرتايد، وأكثر من ذلك بالقيام بكل ما هو ممكن لإسقاط نظام الأبرتايد. نحن واقعيون، نحن لا نريد أن يرسل العرب جيوشا ولا نريد لأي منهم أن يدخل حروبا. هل تريدونهم أن يقطعوا العلاقات مع إسرائيل؟ بعض الدول العربية تربطها علاقات مع إسرائيل. نعم، هل تريدون لدول عربية أن تقطع علاقاتها بإسرائيل كما طالبت الإسكوا؟ بالضبط،
وأن تفرض أن يمنع أي شكل من أشكال التطبيع معها طالما إسرائيل مستمرة في غيها وفي احتلالها وفي نظام الأبرتايد والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني. هل تعني لك القمة شيئا وهي تعقد في الأردن مروان مصطفى البرغوثي؟ يعني كما ذكرت حضرتك الأردن قريبة جدا لفلسطين وهي على حدود فلسطين، فبالتالي من المفروض أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالوجود الفلسطيني بصورة كبيرة. ولكن بغض النظر عن أي مكان تعقد فيه القمة، المسألة الأساسية أن يستجيب القادة العرب لما هو معروف وموجود في وجدان كل الشعوب العربية وفي مقدمتها شعب الجزائر. نحن نعرف أنه في وجدان وعقل الشعوب العربية لا يوجد سوى تضامن مطلق مع الشعب الفلسطيني. صحيح. ونحن نعرف أن هناك ضغوط هائلة تمارس من الولايات المتحدة ومن أطراف أخرى، ولكن نحن برأينا هذه القمة هي اختبار حقيقي خاصة في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني. السيد مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك لأنك أتحت لنا الفرصة حتى نتعرف على رأيكم أولا في بداية فكرة انعقاد القمة. ولو أنني أطلب منكم إن أمكن أن تبقوا معنا قليلا، سأعود إليكم بعد قليلة. بروفيسور دبش، إذا بين متفائل ومتشائم هناك ربما كلمات كثيرة، البعض يقول اتركوا للعرب ربما سينتفضون سيفكرون سيعيدون ترتيب البيت، وبين من وضع نكت كثيرة يتحدث فيها عن قمم العرب آخرها نواكشوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما نبدأ نجاوب على سؤالك، يعني الحقيقة الفلسطينيين هم السجينين المحيط الرسمي العربي بما فيها تدخل الأستاذ البرغوثي، لأنه يفترض أنه يكون أكثر جرأة مما قاله، يعني تقريب كان الدبلوماسي أكثر منه رسمي. هو يسمعك هو سيرد بعد قليل. لماذا لا يصف الحقيقة أن هناك الحقيقة أن هناك أنظمة عربية وحراك أنتجه ما يسمى بالربيع العربي ينسجم مع الاستراتيجية الكبرى للكيان الصهيوني. سبحان الله العظيم. هل الحراك الذي أنتجه ما يسمى بالربيع العربي، هل رأينا فيه في يوم ما يدين إسرائيل أو يحتج على الكيان الإسرائيلي؟ فمن المفروض الفلسطينيين يكونوا بهذه الجرأة. الثورة الجزائرية كانت تعيش ضغوطا أخطر من هذه، من الاتحاد السوفيتي، من الغرب، من الشرق، ولكن القادة الثورة الجزائرية كانوا في مستوى الحدث وكانوا يبلغون الرسالة التي يبلغونها مهما كانت الضغوطات. على الفلسطينيين أن يتجرأوا ويتحرروا من هذه التحفظات خوفا من المس الدبلوماسي بدولة ما ضد دولة ما. هناك واقع لابد يعكسه إرادة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني سئم من هذه التصريحات. طيب حتى نبقى في فلسطين، فقط نرجع لا قبل أن ندخل في القمة، نفس السؤال دكتور أحمد بيزار فيما يخص القضية الفلسطينية. كنت قد طرحت سؤالا في البداية، أصبحنا وصلنا إلى يوم نلح فيه على إدراجها ضمن ملفات القمة. أولا حينما نتحدث على القضية الفلسطينية ونعكسها على واقع جامعة الدول العربية، فنحن نقول بأن جامعة الدول العربية ومع القضية الفلسطينية مرت بثلاث محطات. المحطة الأولى كانت عبارة عن الفترة الذهبية حينما كان واقع الحال يحاكي القومية العربية أو يحاكي الشعوب العربية، فكانت هنالك بعض المواقف التي تحاول أن تجعل من القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية الأولى وكانت حاضرة في كل الاجتماعات بالقوة. المرحلة الثانية أو الفترة الثانية وهي كانت فترة الركود والخمول باعتبار أن القضية الفلسطينية دخلت في مخاضات أخرى خاصة مع اتفاقية أوسلو وما لحق من بعدها. الفترة الثالثة هي فترة رحلة البحث عن معنى جامعة الدول العربية حينما غابت أو غيبت القضية الفلسطينية وأضحت تتذيل قائمة جدول أعمال القمم العربية في ظل المخاض الذي أقحمت فيه الدول العربية. وهنا أعتقد بأن التشاؤم أضحى مشروعا والتفاؤل كذلك مشروع، باعتبار أن واقع حال الدول العربية يقول بأن الدول العربية أضحت اليوم
مفككة ومشتتة اجتماعيا داخليا وكذلك مؤسساتيا، باعتبار أن المواطن العربي الذي كان يضغط بلغة الشارع على القمم العربية حتى تصدر قرارات على الأقل إدانة دون ما أن يكون هو منشغل في همومه اليومية، في الحفاظ على أمنه، في البحث على رغيف خبزه وفي تأمين محيطه الأسري، بالتالي أضحت القضية مستبعدة وانفرد بها هذا الكيان الصهيوني الذي يسعى. وهذا ما قاله السيد مصطفى البرغوثي، لا يريد لإسرائيل أن تنفرد بالفلسطينيين. السيد مصطفى البرغوثي، أنت معنا دائما؟ نعم نعم أنا معكم. السيد مصطفى البرغوثي، ما هو السقف بصراحة الذي تنتظرونه من البيان الختامي لهذه القمة عدا التمسك بمبادرة السلام العربية أو بالحل الذي اقترحه العرب في مبادرة السلام؟ عفوا لو تعيد السؤال. قلت ما هو السقف الذي تنتظرونه كفلسطينيين من القمة العربية فيما يخص فلسطين عدا التمسك بمبادرة السلام؟ أولا أنا أريد أن أجيب الأخ الذي تحدث. تفضل تفضل سيد مصطفى البرغوثي. يعني لسنا بحاجة للمزاودة على بعضنا البعض، نحن هنا تحت النار في أراضي فلسطين المحتلة، نخوض كفاحا بطوليا من أجل شعبنا ومن أجل قضيتنا الوطنية، وكل يوم نتعرض للأذى من قبل قوات الاحتلال. وأنا يعني إن أراد أن يعرف رأيي في كل وضع عربي فأنا مستعد لذلك، ولكن لا أعتقد أنه هذا واجبنا كفلسطينيين أن ندخل لنصلح الوضع في كل دولة عربية. هل أقول لك أن الشعوب العربية سئمت من الأنظمة الدكتاتورية التي تحكمها؟ هل أقول لك أن الناس تقاد سيد البرغوثي، سيد مصطفى البرغوثي، الخط انقطع بيننا، أأمل أن يعود إلينا من جديد لطفي، حتى أن الكلام مهم كان يقوله. على كل سنعود للقضية الفلسطينية بالتأكيد. الآن بروفيسور دبشي نتحدث عن القمة، البعض علق وقال يعني حتى تركيز القنوات التلفزيونية العالمية على وصول القادة والزهور وعزف النشيد الوطني والإطالة في النزول من الطائرة إلى القاعة الشرفية، ثم يعني لما نركز على الشكل ولا نركز على المضمون في قمم العرب وسط هذا الوضع المأساوي؟ أستاذ، وظيفة جامعة الدول العربية هي العمل العربي المشترك، وبالتالي المضمون لن يكون، لأن العمل العربي المشترك عمر ما تجسد ميدانيا. أستاذ كريم، الجامعة الدول العربية دورها الأساسي في غياب، مع وجود بعض الأنظمة التي حاولت على الحفاظ على النمط الأساسي انتها، كانت تعمل مؤخرا ضد العمل العربي المشترك، طرد سوريا، تبني تزكية ضرب ليبيا، تزكية سوريا، الوضع في اليمن، الوضع في العراق، التجاهل تماما للقضية الصحراوية، لأن رغم أن الصحراء الغربية الجمهورية العربية الصحراوية والعالم نتاعهم جزء من العالم العربي المشترك. إذن يا أستاذ، أنا في رأيي أن حقيقة عندما نرى الشكل لا أتفاجأ، والمضمون غير ذلك. أنا أرى بأن العمل العربي المشترك الآن غير جاهز، وأن الدول التي أنت متشائم. أنا متشائم فقط يا أستاذ كريم. لا، سأعود إليك بعد قليل. أستسمحك بروفيسور دبش، وبرنامج في دائرة الضوء على الهواء مباشرة من تلفزيون الجزائر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. القمة العربية بالأردن، رهانات الفشل والنجاح في صلب نقاش برنامج في دائرة الضوء. هذه الليلة توقفنا مع البروفيسور دبش عند فكرة الشكل والمضمون. دأب العرب على ألا يتفقوا، حتى أن تلك المقولة المشهورة سمعناها كثيرا لم يعد يتحدث عنها الناس الآن بقدر ما يتحدثون عن نكت وعن متدخلين وعن تدخلات. يعني عندما تصف القمة الافتتاح كلمات بعض القادة، ثم البيان الختامي، والبيان الختامي يعرف حتى قبل اليوم الأخير، ولا جديد. لن يكون الجديد، لأنهم ذاهبين بتناقض في مواقف، المواقف باستثناء الجزائر، العراق، لبنان، ونسبيا سلطنة عمان، البقية كلها لها مواقف متناقضة حول العمل العربي المشترك. أنا والله ذكرت الآن القذافي لما قال لهم في دمشق، قال لهم حاجة ما تجمعنا ما عدا القاعة هذه أنا موجودين فيها. فعلا أن العمل العربي المشترك مغيب، وللأسف ليس على مستوى قيادات الأنظمة أو الدول العربية، بل حتى على مستوى جامعة الدول العربية في حد ذاتها. الأمين العام في ذاته أصبح طرف في الصراع، وليس طرف حيادي. أبو الغيث نعم. هو الذي زكى تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، هو الذي زكى طرد سوريا، هو الذي إذن موضوع العمل المشترك المتجسد. ولا تاريخيا العمل العربي المشترك دائما كان تقوده دول معينة فقط، مصر قبل ما يسمى بكام ديفيد، والجزائر. الجزائر لعبت دور أساسي في محافظة على الحد الأدنى من العمل المشترك. وعطيك التاريخ، الجزائر هي اللي جسدت منظمة التحرير الفلسطينية وأعلنت العمل العربي المشترك للدعم الدولة الفلسطينية في مؤتمر القمة في الجزائر في 1988. الجزائر هي اللي لعبت دور أساسي لوقف الحرب. حتى في القمة العربية في 2005 أيضاً. أنا جايك. باختصار نعم. الجزائر هي اللي أوقفت الحرب ما بين ليبيا ومصر. الجزائر هي في 2005 هي اللي أتت بالمبادرة التي تقر بأن عاصمة فلسطين هي القدس. نعم. إذن هذه المبادرات غير موجودة عند بقية الأنظمة العربية. بالعكس، ما نلاحظه الآن هو عمل غير عربي مشترك. التحالف الآن ضد اليمن. هل يعقل أن اليمن بها هذه أزمة كبيرة التي تحالف عليها الجميع من أجل مش قادرين الآن في اليوم غدوة في مؤتمر القمة ننهي هذا المشكل في اليمن؟ فلينهي المشكلة في اليمن. أنت تحدثت عن ملفات كثيرة. نعم. وهو واقع الحال دكتور مزاب اليوم، واقع العرب اليوم هو نتاج الربيع العربي، وهذه التوافقات الغير موجودة أصلا بين الدول العربية. بصراحة، من يقود المبادرة اليوم في كواليس الجامعة؟ السعودية؟ مصر؟ هل ما زلنا في فكرة تهميش المشرق للمغرب العربي؟ أولا، نحن نتحدث على بيت تعددت فيه التصدعات، واستهلك كذلك كل الوقت في الأمور البروتوكولية دون ما أن يخوض في الأشياء الرئيسية أو الأساسية التي تهم حقيقة العمل العربي المشترك. والنقطة الثالثة كذلك السؤال المشروع الذي يطرح نفسه حينما نريد حقيقة أن نصف هذه القمة في ظل أي ظروف تنعقد هذه القمة. هذا هو السؤال. أعتقد بأن الظروف، حينما نقرأ الظروف سنعي جيدا من يتحكم في مصير القمة
أن تكون ناجحة أو غير ناجحة. الظروف التي تحكم هذه القمة أن المنطقة العربية تمر بأمور صعبة أو بظروف صعبة، أن البيت العربي كذلك يشهد فوضى ويشهد كذلك عدم انسجام في المواقف، والكثير كذلك من المواقف العربية أصيبت بالصقيع وأخرى أصيبت بشرارات كهربائية في إطار التصادم بين المواقف العربية في بين بعضها البعض. الواقع كذلك أن الظروف التي تنعقد في القمة أن مستقبل الأجيال أو الجيل العربي مهدد في ظل الانقسامات سواء كانت الاجتماعية أو كانت الجغرافية فيما نسميه بسايكس بيكو 2. بالتالي هذه الظروف تدفعنا إلى القول بأن المواقف العربية اليوم في القمة هي مواقف متصادمة بين شد وجذب، بين من يسعى إلى الهروب إلى الأمام وآخر يريد أن يظل في نقطته أو في مكانه راكدا كامنا. يعني كيف نريد أن نحلم بمخرجات قمة تكون مغذية لطموحات الشعوب العربية والدول العربية كذلك؟ للأسف اليوم تساوت طموحات الشعوب مع بعض الدول التي تطمح في مواقف أو في قرارات على الأقل تحفظ الوجه. أن الشعوب في ظل تعلم أن هناك قمة أصلا هذا الأربعاء؟ أعتقد مجال اهتمام الشعوب بالقمة العربية لم يصبح مثل ما كان في وقت سابق. فبالتالي يعني أنا أقول ربما لا نأمل كثيرا من المخرجات القمة في التوقيت الذي الجامعة العربية متهمة بأنها شرعنت التدخل الأجنبي فيه. سنعود لهذه التفاصيل المهمة. يلتحق بنا من باريس الدكتور فيصل جلول المحلل السياسي والكاتب الصحفي. دكتور فيصل، أنت تعلم أننا اشتقنا كثيرا إلى تدخلاتك عبر تلفزيون الجزائر، لكن بداية اسمح لي أن أعزيك باسم البرنامج وباسم طاقمه والتلفزيون في وفاة الوالدة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. ولكن سؤالي سيكون مباشرة، لما الدعوة لمقاطعة هذه القمة من الشعوب ومن العرب؟ هل سئمت فعلا دكتور فيصل؟ عندما نتابع ما تكتبه على الفيسبوك نرى متشائما إلى أبعد الحدود من أي نتيجة قد تخرج بها قمة الأردن. نعم، شكرا لكم. لقد لا أعرف كيف أشكركم على التعزية، وبالتالي أنا تقديري عال جدا جدا لكم وللجزائر. بالنسبة للسؤال أعتقد أنه يستلزم نظرة سريعة على حال الجامعة العربية. لقد نشأت الجامعة العربية بعد انهيار الخلافة الإسلامية بمبادرة بريطانية للعمل ضد لإملاء الفراغ بعد انهيار السلطنة العثمانية. ثم جاءت فترة عبد الناصر وحول الجامعة العربية إلى أداة لتحرير الشعوب العربية ولتحرير أفريقيا من الاستعمار، وقد لعبت دور مهم في ذلك. ثم في المرحلة الثالثة مصر فاتت على كام ديفيد، فالجامعة العربية كانت صامدة وعزلت مصر واستقرت في تونس، وكان أمينها العام تونسي من المغرب العربي، كان مقرها المغرب العربي حاضنها كان جيد. إلى أن حصلت حرب الخليج الثانية ثم الثالثة، وفي هذه الحالة جاءت السيطرة لدول الخليج على الجامعة العربية تدريجيا لتستقر بعد ما سمي بالربيع العربي الجامعة على إرادة دول الخليج، وهي اليوم التي تقود الجامعة. نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية شروط سياستها الداخلية والخارجية مرتبطة باتفاق تاريخي بين روزفلت وعبد العزيز، أي تحمي أمريكا السعودية مقابل تسهيل أسعار النفط من طرف السعودية. فإذن الذي يدير الجامعة هو هذا الاتفاق الآن، فكيف يمكن أن نأمل خيرا من الجامعة العربية تجاه قضايانا العديدة وهي المحكومة بهذا السقف؟ يعني دكتور فيصل، دكتور فيصل، هل تنتظر نفس نتائج قمة نواكشوط أو أقل؟ بعتقد دي ربما يكون أسوأ، لأنه يراد لهذا الاجتماع أن يحول العداء العربي
من إسرائيل، العداء العربي الإسرائيلي إلى العداء مع إيران. أعتقد بأنه هذه الاستراتيجية التي يراد أن تفرض على الجامعة، لكن هناك من سيرفض هذه الاستراتيجية، وهناك من سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة. وأظن بأنه يمكن ساعة إذن المطالبة والمطالبة المضادة أن تؤدي إلى صدور بيان حيادي لا قيمة كبيرة له كما بيانات الجامعة. طيب دكتور فيصل، دكتور فيصل بصراحة، كيف تتصور كواليس القمة في الاختلاف في المواقف؟ تدأبنا على مر السنوات السابقة كواليس مصرية سعودية من جهة، ثم فرق بين المشرق والمغرب وغير ذلك، في ظل قضايا اليمن وليبيا وسوريا، شكل التجاذبات التي يمكن أن تحدث في كواليس القمة وبين من ومن؟ واضح أنه لجهة المغرب هذه المرة يريد الملك المغربي أن يكون له وزن في القمة، وهو يحضر بعد مقاطعة طويلة. وأنا أعرف أن الأردن والمغرب، يعني هذا التيار الملكي العربي ارتبط بمجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون الخليجي اعتبر أنه المغرب الأقصى والأردن امتداد له بطريقة أو بأخرى، وبالتالي نفس التكتل الكواليس موجودة بهذا التكتل لجهة لمصلحة هذا التكتل. من جهة أخرى أعتقد بأنه الجزائر، العراق، لبنان، ربما يكون لهذه الأطراف مواقف مختلفة. وماذا عن مصر؟ وستسعى إلى أن مصر، أعتقد بأن السيسي بعد عودة النفط مؤخرا وبعد الضغوط الأمريكية التي أدت إلى عودة النفط، ربما يعني يكون موقفه أقل اعتراضا من ذي قبل، لكن سيحافظ على هامش من المناورة يتيح لمصر أن تكون ليس 100% مع التيار الملكي العربي، وإنما يعني مسيرة له، لكن لا تفرط بالجيش الثاني السوري التي تعتبره القاهرة مهم جدا من ناحية استراتيجية. ربما تحاول مصر أن تستفيد، أن تحافظ على هامش المناورة من هذا، وهذا مفيد للجزائر ومفيد للعراق، مفيد للبنان، مفيد لسوريا حتى لو لم تكن حاضرة. ابقى معنا دكتور فيصل، سأعود إليك بعد قليل. سأعطي فقط الكلمة للسيد مصطفى البرغوثي الذي انقطعت بيننا وبينه المكالمة حتى يكمل فكرته. سيد مصطفى البرغوثي، نأسف على انقطاع الخط، تفضل واستكمل ما كنت قد تفضلت به سابقا. أنا كنت أقول إنه يعني لا لسنا بحاجة لأحد أن يزاود علينا فيما يجب وما لا يجب، ونحن كفلسطينيين نخوض نضال وكفاح قاسي هنا تحت حراب الاحتلال بكل ما نستطيع منه، وإذا كان لدى الإخوة العرب قدرة على أن يوقفوا هذا الوضع المأساوي والمزري الذي وصلت إليه الأمة العربية نتيجة الانقسامات والصراعات الدائرة فهذا واجبهم. لكن أنا أريد أن أقول حتى نكون محددين ما المطلوب من القمة القادمة. نعم. أولا لا يوجد شيء اسمه مبادرة سلام، لأنه إسرائيل لا تريد السلام. صحيح. وأريد أن أذكر أنه بماذا أجاب شارون على المبادرة العربية عندما أعلنت المبادرة العربية في بيروت، أجاب عليها شارون خلال 48 ساعة باجتياح كامل للضفة الغربية بأسرها. صحيح. وكان هذا هو الفعل الإسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت لم تبدي إسرائيل أي إشارة لأنها تريد أي مرحلة. في واقع الحال نحن لسنا في مرحلة حل مع إسرائيل، نحن في مرحلة كفاح ونضال، وتركيزنا يجب أن يكون على تغيير مزاج القوة. أنا أتمنى لو أن تأتي الجيوش العربية لتحارب إسرائيل، ولكن أعرف أن هذا أقل ما نطالب به، أن يوقفوا العلاقات مع إسرائيل، أن يوقفوا التطبيع مع إسرائيل، أن يمنعوا التطبيع مع إسرائيل في الأيام القادمة، أن يساندوا نضال الشعب الفلسطيني. وبالمناسبة إذا كانت الدول العربية في مشاكل كثيرة وانشغالها من قضية فلسطينية،
وفي دول مواقفها جيدة، فلا أحد يمنع هذه الدول من أن تقوم بكل ما تستطيع لإسناد القضية الفلسطينية، ليس فقط بدعم صمود وكفاح الشعب الفلسطيني، بل أيضا من خلال اتخاذ مواقف تجاه الأطراف الدولية التي تحاول الآن فرض عقوبات على من يقرر مقاطعة إسرائيل. نحن نتعرض لعقوبات في بريطانيا، ونتعرض لإجراءات في فرنسا ضد كل من يتضامن معنا، والآن مؤخرا البرلمان السويسري أخذ قرار بمعاقبة من يشارك في المقاطعة. نحن نتحدث عن هجمة يجب أن تجابهها برأي الدول العربية بمواقف قاطعة ومانعة، حتى على الأقل يكون من حقنا أن نناضل ونكافح عن حقوقنا وعن شعبنا. أريد أن أقول شيء آخر من المؤسف والمؤذي. 1500 مليار دولار كان حجم الإنفاق على التسلح في عام 2016، حصة الدول العربية منه كانت 28% من مجموع الأسلحة التي اشتريت في العالم. هل ذهب منها قطعة واحدة لمحاربة إسرائيل؟ لا طبعا. لذلك أنا أعرف ما هو الوضع القائم، ونطالب على الأقل بأن لا يكون تطبيع، وأن لا تكون علاقات مع إسرائيل، واضح، وأن يكون هناك إسناد لما نقرره نحن كفلسطينيين. واضح سيد مصطفى البرغوثي، شكرا جزيلا لك، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومنك وعبرك تحية للشعب الفلسطيني الشقيق المناضل، شكرا جزيلا لك. قطع الأسلحة في سوريا أيضا، قطع الأسلحة العربية كثير منها موجود ربما في سوريا. لنلخص بروفيسور، يعني كلاما مهما قاله الدكتور فيصل، يعني كتلة المماليك إن صح تعبيري أو المملكات ضد بعض، ضد ربما لا نقول ضد ولكن قد تختلف عن كتلة أخرى فيها العراق وليبيا ولبنان والجزائر ومصر بشكل يكون ميديوم يعني متوسط، هل توافق أو تتفق مع هذه الفكرة؟ أنا اعتقادي ما هو موجود ليس فقط بالضرورة كتلة مماليك فقط، هناك ثقل فيه دول، فيه مثلا سلطنة عمان لها توجه لا يبتعد كثير عن الموقف الجزائري. إذن المشكل هو في ارتباط دول الأنظمة. أنت تحدثت عن اليمن وقلت نعم. لما لا يتم التصالح. أنا أستاذ كريم، أنا لاحظت لما البرغوثي استفزيته بدأ يتكلم في الحقيقة التي أتحفظها في البداية منها. أعطيك برنامج، أقترح برنامج للعمل العربي المشترك إذا أرادوا فعلا، وسهل جدا، يجمع النظم المماليك والأنظمة الجمهورية بدون أي إشكال ولا لمسة. واحد باختصار. قضية فلسطينية الآن في أمر، في وضع خطير جدا. أولا الكيان الإسرائيلي في 2019 راح يكون عضو غير دائم في مجلس الأمن، على ما يترصوش وكيف يخرجوا بيان مشترك كيف التعامل مع هذه المعضلة، وهم يقيمون علاقات معه، يدرسون هذا ويقيمون علاقات. يتجرؤون لأن سوف يصطدمون بالكيان الإسرائيلي أمام الشعوب وأمام العالم العربي. نعم. باختصار بالنسبة لبقية القضايا. أستاذ، الناس ربما يعتبروها فرضية ولكن هي تتجه نحو الحقيقة. أن الكيان الإسرائيلي يتجه لإقامة الدولة العبرية داخل فلسطين وإخراج فلسطين إما لسيناء أو الضفة الغربية. هذا موضوع وارد موجود الآن. اسمح لي، لا وقائع القدس الآن في اتجاه الولايات المتحدة تدفع بأن تصبح القدس هي عاصمة الكيان الإسرائيلي. طيب هذا بالنسبة للقضايا الأخرى. بالنسبة للقضايا الأخرى اليمن. هناك ساطل. نعم باختصار شديد اليمن. نعم. يعني مش قادرين الآن يصدروا قرار ويتخلصون من فكرة أن إيران تشكل خطر على المنطقة العربية، وهم تحالفوا معها، هم تحالفوا مع إيران في 91، تحالفوا مع إيران في 2003 لسه، وإيران كانت شيعة والآن تغور. يعني الموضوع ليس قضية شيعة، قضية هناك ارتباطات أنظمة عربية مع استراتيجية غربية كبرى بما، وبالتالي هنا أصبحت المعضلة عليهم. هذا ما قاله الدكتور. نعم. بالنسبة لسوريا نفس الشيء، سوريا الآن بعد سنة، بعد ست شهور، بعد سنة ترجع تصبح دولة، وسوف يعتذر لها العمل العربي المشترك عن. أخيراً بروفيسور، أعود إلى باريس، وأعطيك المجال بالنسبة لليبيا لأن وقت الساتل. دكتور فيصل، استمعت إلى البروفيسور دبش، ماذا عن اليمن وأنت تكتب كثيرا عن اليمن؟ يعني بقي اليمن حبيس أفكار عربية غير مفهومة تماما.
يعني اليمن هناك 17 مليون يمني مهددين بالموت جوعا، والسعودية قالت أنها تخوض الحرب لكي تعيد الرئيس اليمني إلى صنعاء. أي رئيس هذا الذي يريد العودة إلى صنعاء على 17 مليون جائع يتسبب الحصار ربما بموت القسم الأكبر منهم؟ أي جامعة عربية لا تعبأ ب 17 مليون يمني عربي مهددين بالموت جوعا؟ ما هي هذه الجامعة؟ ما هي عروبتها؟ بلد كاليمن لم يعتدي على أحد بتاريخه الطويل، ما اعتدى على دولة، لم يعتدي على أحد. فإذا بالمملكة العربية السعودية تقرر أن على هذا البلد أن يخضع لإرادتها وأن تشكل الحكومة اليمنية بالرياض وليس في صنعاء، وأن يكون عبد رب منصور هادي الذي اختارته لكي يعني ييسر لها خضوع اليمن وارتمائه في أحضانها أن يكون رئيس، سواء كلف ذلك تدمير البلد، يدمر بلد مدمر، البنية التحتية مدمرة، البنية الصحية مدمرة، محاصر من كل الجهات، شعبه يموت، تقصف مجالس العزاء فيه، تقصف المدارس، والجامعة العربية كأنها لم تسمع، بل تبارك ما يحصل، بل تؤكد أن على اليمن أن يخضع لعاصفة الحزم. ما هذه الجامعة العربية؟ أي جامعة؟ لأي عرب؟ سؤال كبير وإجابة بسيطة لكنها أيضا مؤلمة. شكرا. فقط في الأخير، هل لك تعليق بالنسبة للقضية الفلسطينية التي أصبحنا نلح كعرب على إدراجها فقط ضمن ملفات القمة؟ نعم نعم، أنا بالواقع لاحظت برغوثي عندما قال بأنه اعترض على أنه نحن نتدخل في القضية الفلسطينية ونحن ندفع ثمن هذه القضية الفلسطينية منذ إنشاء دولة إسرائيل، ولا يريدنا أن نقول رأينا في القضية الفلسطينية، وأن قلنا رأينا فهو يمتعد هو وغيره. القضية الفلسطينية قضيتنا وليست قضية الفلسطينيين، وضيفك في استديو عنده كامل الحق فيما قاله، وقد أحسن في استفزازه لكي يعود إلى الصواب، والصواب هو أن تكون قضية فلسطين قضيتنا جميعا، وأن يكون حلها لمصلحة فلسطين ولمصلحتنا أيضا. شكرا جزيلا دكتور فيصل جلول، لا تغيب عنا كثيرا لأننا نحتاجك في ملفات كثيرة، وشكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس. شكرا. كان معك كامل الحق، لم نشك في ذلك بروفيسور دبش. أكمل فقط برنامجك الذي تقدمه للعرب في آخر نقطة حتى أعطي الكلمة للدكتور ليبيا. ليبيا ليست قضية أزمة داخل ليبيا، أزمة عربية، لأن الذي بدأها وخلق الأزمة هي جامعة الدول العربية، هي التي زكت التدخل في ليبيا وأوصل ليبيا إلى بوصلتها. إذن أنا في رأيي أن العرب الآن بيدهم فرصة غدا أو بعد غد الأربعاء، ويقدموا برنامج واعد، واعتقادي أنه هناك حد أدنى للتوافق، لأن أنا عارف لما الأمين العام جامعة الدول العربية صرع أن هناك أشياء هامة تقول، أنا عارف إيش راح يقول باللي لابد من اعتبار إيران خطر على العالم العربي. هذه كذوبة، إيران خطر، هم تحالفوا معها في 1991 وتحالفوا معها في 2003 ضد العراق. ماذا سيقولوا أيضا؟ كيف فجأة ولت إيران خطر؟ ماذا سيقولوا أيضا؟ والإيران الآن الأمريكان ما يقولوش خطر، الأمريكان والإسرائيليين والغرب راح يتعامل مع إيران وسحب منها فكرة السلاح النووي وغير، يعني معناها في تعامل. هل تتوقع أن تخرج القمة؟ هناك إيران دولة قوية لها استراتيجية في التعامل مع منطقة كدولة لها بعد إقليمي أو لها بعد غيرها، وهناك دول عربية مشتتة تسير بأطراف لا علاقة لها بالعمل العربي المشترك. والله أتمنى أن ينصت إليك العرب على الأقل فيما تقدمت به. دكتور مزاب، هل أنت يعني مع فكرة أن لا نتائج ممكنة بالنسبة لقمة الأردن، أم أن هناك ربما فكرة قد تخرج، الإصلاح، إعادة ترتيب البيت العربي بعد هذا الربيع الذي مر على العرب خريفا مدمرا؟
هو في الحقيقة رجاء مؤجل إلى حين بأن يكون هناك على الأقل حد أدنى من رؤية موحدة في إيجاد أرضية لعلاج أو لحلحلة القضايا العالقة في المنطقة العربية، لأنه لا يمكن أن نتحدث على عمل عربي مشترك، ولا يمكن أن نتحدث على انطلاقة عربية أو تفعيل نظام عمل عربي مشترك في ظل أزمات تنخر الجسد العربي، وفي ظل أزمات ساهمت فيها الدول العربية بنسب كبيرة جدا في تأجيجها وفي تشكيلها وفي تمددها. كذلك هنالك إذا أردنا أن نتحدث على جملة الملفات المطروحة على الطاولة، هنالك ملفات كبيرة لا تكفيها يومان حتى يتم الخروج بقمة العرب. غالبا ما كانت تقاس بالنصاب المتعلق بالحضور، حضور القادة. يعني لو نقارن مثلا قمة نواكشوت بقمة البحر الميت، نجد أن التمثيل ارتفع، يعني عدد القادة الذين سيحضرون هذه القمة رمزية انعقادها بالأردن التي القريبة من فلسطين. للأسف يعني هذا يجعلنا نعود إلى الكلمة التي قلتها منذ قليل، يعني استهلكنا كل الوقت في البروتوكولات وفي الأمور الإجرائية دون ما أن نخوض في المضامين. يعني ربما الفرق بين نواكشوت وقمة البحر الميت هي في المكان وفي كذلك أريحية المكان، يعني وكأنه نحن نجامل بعضنا البعض ولكن لا نسعى إلى إيجاد حلول حقيقية للملفات التي تنخر الجسد العربي. يعني إذا لماذا نعقد هذه القمم كل نهاية مارس؟ لماذا الاتفاق على عقد القمة؟ بعض المحللين حتى يعني من السياسيين قالوا أن تعقد قمة عربية كل عام أحسن من أن لا تعقد. يعني 72 سنة من تأسيس وإنشاء جامعة الدول العربية هنالك 39 قمة، 28 قمة عادية وتسع قمم غير عادية وثلاث قمم اقتصادية. يعني هدفنا أن تنعقد يعني تقريبا نصف السنوات، يعني سيصبح الهدف أن تنعقد يعني القمة فقط، أن تنعقد فقط وينتهي ببيان ختامي. أنا أقول أنها تحولت مع مرور الوقت إلى منتدى يلتقي فيه القادة العرب، يتحدثون ثم يخرجون بتوصيات، لكن هذه التوصيات لا تطبق. 300 قرار صدر على كل القمم العربية وكلها قرارات كانت عبارة عن حبر على ورق فقط. أستاذ كريم. نعم لن أسأل. تفضل. أستاذ كريم، أنا تعرفني دائما نحب نروح مباشرة. أنا اعتقادي جامعة كما أكد الأستاذ مزاب، لكن جامعة الدول العربية عندما كان فيها دول لها وزن استطاعوا أن يخرجوا جامعة الدول العربية من العمل الغير عربي المشترك إلى العمل العربي المشترك. قمم استثنائية. أعطيك مثلا موضوع نقل جامعة الدول العربية إلى تونس، كان نتيجة أن جامعة الدول كانت تدفع من طرف مصر في عهد السادات إلى الذهاب لتزكية كامب ديفيد، وبالتالي الدول التي كانت لها وزن قوي اللي هي الجزائر، العراق، ليبيا، سوريا، واليمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وللأسف أن هذه الدول كلها دفعت الثمن. الجزائر دفعت الثمن في التسعينيات، سوريا دفعت الثمن، هذه جبهة الصمود والتصدي كلهم دفعوا الثمن، حتى ما يسمى الربيع العربي وضع فقط من أجل هذه الدول. حتى بأن نفهم الواقع، إذا كان واحد قدامي الآن يعطيني دول تضررت من ما يسمى بالربيع العربي خارج هذه الدول جبهة الصمود والتصدي، يعطيني الجزائر في التسعينيات، العراق، سوريا، اليمن، منظمة التحرير الفلسطينية المنقسمة، وليبيا. زيد أستاذ كريم، ما يسمى بما الربيع العربي الذي زكته جامعة الدول العربية وأدانت، حتى نقولها بصراحة، وأدانت، وسفير جزائري كان محطة هجوم نتيجة أنه كان ضد المس طرد سوريا وغيرها، فمن جامعة الدول العربية أرادوا أن يهاجموه داخل جامعة الدول العربية. نعم، وحادثة معروفة. وهذا لماذا؟ نتيجة، والآن رجعنا إلى الدولة الوطنية التي كانت موجودة ما قبل 2011. النظام في تونس، خرق ميثاق الجامعة العربية، هو نفس النظام الذي كان ما قبل 2011. النظام في 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 في, 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 في اليمن، عبد الهادي منصور هو نفسه كان نائب رئيس عبد الله صالح. يعني وش تغير؟ في سوريا الآن انتصرت الدولة الوطنية على اللعبة التي كانت مؤامرة عليها في حلب وغيرها وفي غيرها. في ليبيا الآن يتجه الآن إلى أن القوى الوطنية هي التي سوف تزحف بمجموعة 17 فبراير التي أوصلت ليبيا إلى ما وصلت إليه.
إذا الموضوع الآن على الشعوب العربية، على الأنظمة العربية أن تعرف أن هذه المؤامرة، مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي، هي كانت سرطان للعمل العربي المشترك. موضوعنا ليس الربيع، موضوعنا هذه القمة. لا لا، موضوع القمة العربية يجب أن يدرس بجدية أن موضوع العربي المشترك تم إفشاله وشلله في منذ 2011 خاصة بسبب. طيب ناخذ ملف بسرعه. ملف تفضل دكتور مزعم، لديك فكره؟ ربما هنالك زاويه يعني من كل هذا الكلام الذي نحن نتحدث فيه على الاخفاقات التي عرفتها جميع الدول العربيه، هنالك منطلق اخر تحدثت عليه الجزائر في اطار مقاربتها، خاصه حينما تراست الجزائر مجلس الوزراء في دورته 147، حينما تحدثت على ضروره اصلاح جامعة الدول العربية، ولكن هذا الإصلاح يجب أن يكون عميق وكذلك شامل. المبادرة كذلك الجزائرية التي تتحدث على ضرورة بناء منظومة مصالحة عربية في إطار حل الأزمات، لكن يجب أن ينطلق أولا من المصالحة العربية العربية، ثم بعد ذلك أن نذهب إلى تأسيس القاعدة المصالحة في الدول التي تشهد جملة من الأزمات. بالتالي إذا كان هنالك السير في إطار اعتماد هذا الموقف من خلال مخرجات القمة، قد نتحدث على بداية بوادر على الأقل يمكن من خلالها لملمة هذه الجراح، أو على الأقل في بعث بصيص من الأمل في إطار إصلاح منظومة الجامعة الدول العربية التي تجاوزها زمن 72 سنة، تحتاج إلى إصلاح بالضرورة. من يملك الوزن اليوم في كواليس القمة؟ طرحت هذا السؤال أعتقد على الدكتور فيصل، وقسم الوزن إلى قسمين، قال مجلس التعاون الخليجي زائد الأردن زائد المغرب مقابل الجزائر مصر ولبنان والعراق. الدول التي كان يعتقد أو لازال يعتقد بأنها تمتلك الوزن هي الآن في ورطة، في ورطة، في مأزق، وبالتالي هي تبحث على مخرج، على شعرة حل حتى تخرج من هذا المأزق. لكن دعني أقول في عمل الكواليس من يمتلك الوزن الحقيقي هو من لم يتورط في المآسي العربية، ومن لم يتورط في الأزمات العربية، ومن لم يتورط كذلك في اللعب تحت الطاولة، من بينها الجزائر أكيد. طيب هذه المرة أنا لها وزن ولها ثقل ولها كذلك رؤية. في تقليد جديد تم دعوة روسيا والولايات المتحدة يعني لحضور القمة، ما المغزى من دعوة من هذه الدعوة؟ في اعتقادي دعوة روسيا هي قد تدل على أنه فيه إمكانية أن تكون ضمن المخرجات، أو على الأقل من بين المفاجآت التي يتمنى أن تكون حقيقة، أن يكون فيها عودة روسيا سوريا عفوا إلى مقعدها. روسيا قد يرمي بثقله في كواليس القمة العربية؟ لا أعتقد، ربما هذه الدعوة تكون في إطار الاسترضاء، أو في إطار باعتبار أن روسيا فرضت نفسها كرقم في معادلة في الأزمات الموجودة في المنطقة العربية، خاصة في الملف السوري. بالتالي ممكن هذا يؤشر أو يكون من ضمن المؤشرات التي تتحدث على عودة سوريا إلى مقعدها. هل كان يجب أن يحضر ممثلا لروسيا أو لأمريكا في القمة حتى يصلح بين العرب؟ تعودنا لن يفعل ذلك إلا الكبار في العالم ممن يخططون للاستراتيجيات، لأنه للأسف العرب يدركون بأن اللعبة التي تحاك في المنطقة وخارطة المنطقة الجديدة من يحيكها ومن يرسم معالمها هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. روسيا والولايات المتحدة ستبعث مندوبي للأردن، سيحضرون بروفيسور هذه القمة، ماذا سيفعل؟ أنا اعتقادي ما هو موجود الآن في المشهد العربي أن الثقل الروسي والثقل الأمريكي أصبح واقع موجود في العمل لإيجاد مخارج للأزمات العربية روسية أمريكية. أنا اعتقادي كانت قبل قمة عربية أمريكية، الآن دخلنا في سوريا روسيا. أنا الآن وتذكر واحد الحصة، واحد منهم من المتدخلين ما فهمنيش لما كنت نقول له لازم روسيا تجي، كان يقول لي انت كيف تقول روسيا، ما زال في ذهنيته روسيا هي شيوعيه، يعني ما كان نقول اسم المتدخل هذا، عاد دخلت معاه في صراع. انا قاعد نقول له باللي موضوع وجود روسيا في المنطقه، في الازمه السوريه، في الازمه الليبيه، في الازمه اليمنيه، ضروري جدا لخلق توازن. ويبدو لي ان وجود روسيا الان مزكى حتى من طرف امريكا. امريكا تريد تقول الاوروبيين انتم تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن يكون لكم رأي إلا من خلال قيادة أمريكا للغرب، ويفضلون التعامل مع القضايا العربية من خلال روسيا بدلا من إدراك وجود دول أخرى تختلف. هل تتوقع موقفا مفاجئا بخصوص سوريا في البيان الختامي للقمة؟ أنا اعتقادي الجزائر، العراق، لبنان، ممكن حتى سلطنة عمان، روسيا سوف تزكي موضوع عودة سوريا، ولكن الحقيقة في ذهنية كل القادة العرب
أن سوريا ليست سوريا 2012، هي سوريا الآن هي موجودة وتحررت من المؤامرة التي كانت تحدث يعني من المفاجآت وإمكانية عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة عدم استدعاء ما يسمى العربية المعارضة. بالمعارضة، هذا دليل بأن العالم لا 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 القمة العربية تقر بأن سوريا الآن هي رجعت، ولكن طيب بالنسبة لليبيا اعتقادي نفس الوضع سوف تؤول له ليبيا، لكن ليس بالطريقة التي سوريا مثلا. ليبيا الآن أنا اعتقادي أتمنى أن روسيا يكون لها نفوذ في إدارة الملف الليبي حتى ما تبقى. مش ممكن يا أستاذ كريم أن الذي بدأ الأزمة هو الذي يسويه. الذي بدأ الأزمة هي الدول الغربية، أمريكا وأوروبا، وهم الذين دخلوا بالحلف الأطلسي. ما لازمش يكونوا حدم، لازم تدخل مع قوى أخرى من أجل إيجاد حل سلمي. لا الشعب الليبي ولا القوى الوطنية جماعة القذافي مثلا ما يثقوش أبدا في فرنسا أو أوروبا أو أمريكا أنها تكون وهذه المجموعة نقول لك حتى بالإحصاء بالعمل عندك 3 ملايين ليبي خارج ليبيا. هل هذا يصفقوا جماعة 17 فبراير هذا؟ أكيد لا، ما يصفقوش جماعة 17 فبراير. يقول طيب. أنتم واضح. الذين أوصلتونا. إذا يبدو أن الأزمة الليبية تحدثنا عن سوريا، تحدثنا عن ليبيا. دكتور مزاب، مصطفى البرغوثي قال لا نطالب العرب إلا بقطع العلاقات وعدم التطبيع مع إسرائيل. أعتقد في منظور بعض الدول العربية هو يطلب المستحيل باعتبار أن قال نطلب جيوش ارتبط قال نعلم أن الجيوش العربية لن تأتي، ولكن على الأقل موقف بالنسبة للموقف الذي اتخذ مؤخرا واعترض عليه الأمين العام للأممي. علينا أن ننظر إلى كل الكأس وليس إلى النصف المملوء فقط من الكأس. واقع الدول العربية لا يمكن له أن يتعاطى مع مثل هكذا المطلب. ماذا سيكون في البيان الختامي بخصوص فلسطين؟ أعتقد أنه لن يتعدى تلك الكلمات التي تعودنا أن نستمع إليها، أن الدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية، لكن دون الحديث على الإجراءات، دون الحديث على الخطوات على التي يجب أن تتبع، بدليل أن هنالك دول لا تقدم حتى مساعدات مادية للدولة الفلسطينية حتى تستطيع أن تتحرر على الأقل من الضغوط ومن الحصار الذي هو مفروض عليها. طيب، بحضور روسيا والولايات المتحدة، هل ممكن بالنسبة لليمن إيجاد على الأقل توافق معين بين السعودية وإيران؟ أنا في اعتقادي أنه منذ 2016 الملف اليمني كان يفترض أن يتوجه إلى الحل، باعتبار أن الأسباب التي أدت إلى التدخل زالت، باعتبار أن الملف اليمني وضف كمادة دسمة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1. فبالتالي أعتقد بعد توقيع ذلك الاتفاق وبعد انتهاء كذلك الجدل الذي واكب توقيع الاتفاق كان يفترض التوجه أو السير نحو إيجاد مخرج للملف اليمني. لكن الدول التي تورطت في هذا الملف لم تجد الطريقة أو الأسلوب الذي يمكن لها أن تتحرر من هذا الملف، لأنه أضحى أصلا عبئا بالنسبة للدول المتدخلة، سواء كان ماديا، سواء كان من خلال النفقات العسكرية، سواء كذلك من خلال الخسائر التي تقع يوميا. بروفيسور دبش، مصر يبقى وضعها مبهم، يعني علاقات مع بعض دول الخليج، ثم أحيانا كما قال دكتور فيصل محاولة إثبات أننا كمصريين موجودين، هكذا يقول الموقف المصري. كيف ترى موقف مصر في القمة؟ أنا اعتقادي موقف مصر من حيث الواقعية أنها لا يبتعد كثيرا عن استرجاع سوريا لمكانتها داخل جامعة الدول ستكون العربية، ستكون داعمة لهذا الموقف، وتباينها الذي بدأ يظهر في السنة الأخيرة مع دول الخليج حول موضوع إيران، بدأت تبتعد، لم تصبح متورطة بالطريقة اللي موجودة. وآخر شيء نراه الآن الضغوطات التي تشهدها مصر على الحدود المصرية، المناورات العسكرية السعودية على الحدود المصرية، هذا مؤشر سلبي، بمعنى أن مصر أصبحت لا يوثق في موقفها الذي كان قبل 3 سنوات أو 4 المتكامل مع دول الخليج. إذن في اعتقادي في النهاية، ونتفق مع الأستاذ مزاب، أن دول الخليج الآن تتجه للذهاب إلى الموقف اللي انطلقت منه الجزائر في 2011. وتلاحظ الزيارات اللي قاموا بها دول الخليج إلى الجزائر، أنا اعتقادي لم تعلن عليها ولكن تدخل في هذا الإطار، أنهم بدأوا يحسون بأنهم الآن أوت، وجدوا أمريكا الآن تخلت عليهم، والآن الملف في روسيا وأمريكا وليس لها مبرر. لماذا؟ هل سنشهد شاشات القنوات العربية تركز
على الوصول في المطارات وعزف القنوات الرسمية للأنظمة، أما الشاشات الأخرى لن تهتم بها لأنها تعكس اليوم حتى شاشات قنوات ليست رسمية ركزت على ذلك، ولكن قنوات كخبر، لكن سابقا كان 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 يشكل ثقل البروتوكول الوصول والمغادرة وغير ذلك. لا للأسف يا أستاذ كريم، للأسف ما زلنا نعيش في القرون في القرن 18 19، نرى الدول العظمى الآن رؤساء الدول العظمى ما يتبنوش هذه السلوكات وهذه الممارسات، يصرف الطيارة يروح للمكان اللي يعمل فيها فهذا ما يضيعش الناس وما يضيعش. شكرا جزيلا بروفيسور دبش. دكتور ميزاب شكرا جزيلا لك، شكرا لك، نلقاك في مناسبات قادمة في ملفات يمكن أيضا أن تدلي بدلوك فيها كثيرا خاصة في الجانب الأمني. نشكر جزيل الشكر الدكتور فيصل جلول الذي كان معنا من باريس، وكذا السيد مصطفى البرغوثي الذي كان معنا من رام الله، وهو أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. طبعا العدد القادم سيكون حول الانتخابات، لن نتحدث عن الانتخابات من وكيف ومع، ولكن سنتحدث عن شكل الدعاية الانتخابية بين الماضي والحاضر في العالم وفي الجزائر. هل يحسن المترشح التعامل مع الانتخابات؟ وهل يملك القدرة على فهم سيمولوجية التواصل مع الرأي العام فيما يخص اللباس والألوان والكلام والبرنامج وغيره من التكنولوجيات والآليات والأساليب التي تستعمل في وقتنا الحالي؟ إذن ومتى أيضا في ذلك نطرح سؤال كبير، متى نتخلص من النمط التقليدي البائس والقديم في التعامل مع الدعاية الانتخابية؟ وهل يدرك كل مترشح أن المتلقي مختلف، أن الناخب يختلف عن الناخب الذي كان في سنوات طويلة ماضية، وأن على الخطاب أن يتغير؟ هو السؤال المتعلق بمحور البرنامج بإذن الله العدد القادم. لكم تحيات الفرقة التقنية بالاستوديو رقم 1 بقيادة سهام خرشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.